المكان هذا المصمم من العراق، والمكان هذا تركبه يعني او تشوفه من فوق، يعني من فوق من طياره او من جوجل ولا شيء، تشوف انه توقيعه لابو حيدر عليه. اوه تذكرت حالي نسيت ما قلتها، يعني انه اخذ افضل او احلى مبنى في عام 2007 في العالم، يعني كله اخذ الافضل. الدخول الى داخل المركز او المتحف العشرة حق بس الطابق الاول، تروح قالت لنا سيارات ما ادري وش، المهم الطابق الاول حق بعشرة من هناك، حق كل المتحف 15 تحت الست سنوات مجاني يكون. واه استكشف مساحه هذه والله طويله دي. المركز او المتحف واحنا متوجهين الى المسجد، نصلي الظهر والعصر ونكمل جولتنا. وش صاير؟ والله يا هوت والله هات ها. طبعا هذا المسجد اسمه مسجد حيدر علي، نفس اسم المتحف اللي رحنا من شوي. طبعا احنا قاعدين تحت في المكان اللي تحت فوق اللي هو المسجد الرئيسي، هذا المسجد صاير تحت. المسجد اللي فوق ما يفتح الا في رمضان وفي الاعياد، عيد الفطر وعيد الاضحى فقط هذا اللي يفتح فيه، وهذا من مفتوح يعني حق صلاة الجمعة وحق اللي بيس يصلي. هذا هو نفس المطعم اللي تونا متغدين فيه، صراحة مطعم مرة 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 لذيذ، وسعره حتى مرة ممتاز، اسمه تشابالا. وش بعيد عن وسط المدينة، بس هذا هو اسمه تشابالا. مطعم صراحة مرة مرة لذيذ ويستحق، يعني حتى سعره ممتاز مرة يعني. حاليا جينا مكان يبيعوا فيه خضرة ولحم وشاي وعسل، دي الأماكن كذا يبيعوا فيها أشياء. مكان كله مكيف ممتاز يعني، بيعوا فيها خضرة خضرة ذكور. هذا محل مكسرات مرة طيب، هذا حق زاهر وهذا اللي وياه وهذا كل شيء فيه. شاهد ما شاء الله شاهد كل شيء فيه، هذا احسن شيء ذا. احسن شيء هذا وش شاي، هذا شاي وحلقوم مكسرات كل شيء فيه. صباح الخير يا جماعة، أو صباح الظهر ما أدري الحين الساعة، لا يعتبر صبح الحين الساعة 10.
على العموم الحين طالعين هلا والله. هذه محطة المترو مرة جنب الفندق، يعني تمشي مسافة شوية كده ونوصل له. هذا المجمع اللي جيناه الصبح. كنا واصلين شو اسمه ذا نظامي ستريت، شارع نظامي يمنا طريق وبعدين طريق. هذي ابراج شعلة بس في الليل. وصلنا المطار طبعا الحين خلاص رحلتنا على الساعة 1 حاليا الساعة 10 بنروح اللون تبكين انا وابو زيك. ابو زيك عطنا وجه حال. ابو زيك ملينا هنا اشياء طيبة ده ابو زيك. هذا احنا حاليا في الطيارة ماخذين شيبسات، بس شوفوا الضغط حق هذا شوف كيف صار الشيبس يا رجال. خوف الحين ينفجر ويفجعون من الطيارة يبكرون يقول ملان لجنة متهيك. سلامة الوصول احنا نشكون في مطار المعرفة في الدمام.